النشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة. ثلاثة عشر شهيدا وعشرة الجرحى بغارة مروعة للتحالف السعودي على صعدة وصنعاء. استمرار التظاهرات المطلبية في محافظة السليمانية وحركة التغيير والجماعة الإسلامية تنسحبان من حكومة إقليم كردستان. إردوغان يرد على وزير خارجية الإمارات: بعض القادة العرب يتسترون على خيانتهم بالعداء لتركيا. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 80 فلسطينيا باعتداءات قوات الاحتلال في مختلف المدن الفلسطينية. الشبان الفلسطينيون تصدوا في بيت لحم وقلنديا ومدينة الخليل بالضفة الغربية للقوات الإسرائيلية التي تعتدي عليهم بالرصاص وقنابل الغاز. تحت شعار لبيك يا قدس تظاهر مئات الفلسطينيين قرب حاجز قلنديا العسكري هاتفين للقدس العربية ومطالبين بموقف عربي ودولي ضاغط لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي الذي يعد القدس عاصمة لإسرائيل. التظاهرة نظمت بدعوة من القوى الوطنية كجزء من استمرار فعاليات الغضب الفلسطيني المستمرة منذ نحو أسبوعين. مطلوب موقفا رسميا عربيا وإسلاميا حقيقيا يترجم هذه المواقف التي سمعناها إلى لغة المصالح، ونعتقد أن هذا القرار ما هو إلا بداية للعدوان على كل العواصم. قوات الاحتلال هاجمت التظاهرة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مما أسفر عن عشرات الإصابات، كما نشرت المئات من أفرادها في محيط مخيم قلنديا والحاجز العسكري القريب. نحن سنواصل كفاحنا الوطني حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وحتى إقامة دولتنا المستقلة. التظاهرات كانت امتدت إلى الخليل جنوبا حيث فرقت قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز. الحال نفسه انعكس في بيت لحم وأريحة وطول كرم وأيضا في نابلس التي أعلنت قوات الاحتلال إغلاق مداخلها بشكل كامل ونشرت أعدادا من جنودها في محيط المدينة. الآن هذه تعادل اغتصاب فلسطين، على العرب أن لا يصمتوا وأن يقفوا ليوقفوا هذا القرار، هذا مقدم لتصفية القضية الفلسطينية، لن نقبل بذلك وسنواجه ذلك بكل ما نستطيع من قوة. القوى الوطنية دعت إلى يوم غضب جديد بعد صلاة يوم الجمعة المقبل في مختلف مناطق التماس استمرارا لما بات يعرف بمعركة القدس. أيام الغضب في الأراضي الفلسطينية تتواصل لتتواصل معها الجهود الدبلوماسية لتحديد خط سير المرحلة المقبلة ليس من أجل القدس فحسب وإنما من أجل كل فلسطين. نصر سلمي من حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين القدس ورام الله، الميادين. في القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على متظاهرين رفعوا العلم الفلسطيني، وأفادت مراسلة الميادين عن إصابة عشرة مقدسيين بقمع القوات الإسرائيلية تظاهرة في شارع صلاح الدين، ومن بين الجرحى مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر ومدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس. اعطيني السيارة من السيارة.
هذا فيما أكدت حركة حماس أن إنشاء الحكومات الإسرائيلية كنيسا يهوديا تحت المسجد الأقصى هو تجرؤ خطر على حق الفلسطينيين الكامل في القدس والمسجد الأقصى. ناطق باسم الحركة فوزي برهوم أكد أن هذه الخطوة هي جريمة إضافية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تصعيد وتيرة انتفاضة القدس وتطويرها واستنهاض الأمة لعزل هذا الكيان وإفشال مخططاته. معي مباشرة من القدس المحتلة مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس الأستاذ ناصر قوس. حياك الله أستاذ ناصر وحمد الله على السلامة حول ما حدث هذا اليوم، وإذا تضعنا في تطورات هذا النهار ومحصلته أيضا من حيث الحركة الجماهيرية التي كنتم مشاركين فيها. نعم، اليوم هو كان يوم غضب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، ونحن في مدينة القدس جزء لا يتجزأ من هذا الحراك ومن هذه الدولة، لأن القدس هي عاصمة الشعب الفلسطيني والعالم كله يتحرك من أجل مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة. فنحن يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نقف إلى جانب وضد القرار الذي اتخذه ترامب بأن القدس عاصمة للدولة العبرية. نحن نقول أننا في مدينة القدس رغم الاعتقالات، هناك كان حجم الاعتقالات كبيرة جدا في مدينة القدس خلال الأسبوعين الماضيين، هناك أكثر من 200 حالة اعتقال. بالأمس كان أيضا بالفجر اليوم اعتقال عدد كبير من قادة حركة فتح ومن النشطين الميدانيين في مدينة القدس وإبعادهم عن المدينة المقدسة وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك. واليوم كان أيضا هناك وقفة في منطقة شارع صلاح الدين، وكان قمع الاحتلال عندما تم رفع العلم الفلسطيني وقاموا برشنا بغاز الفلفل، وتعرضت أنا شخصيا وإخوتي في هذه القمعة. والحمد لله سنستمر نحن في مواجهة الاحتلال بالوسائل المتاحة لنا كمقدسيين في هذه المدينة. أستاذ ناصر، واضح أن هناك قرار في حركة فتح للتصعيد الجماهيري، والحركة انخرطت أو منخرطة بشكل كامل في هذه الحركة الجماهيرية، وأنت تعرف أنه إذا حركة فتح أخذت قرارا من هذا النوع فالمسألة تختلف عن باقي الفصائل خاصة في الضفة الغربية، وهذا يدفعنا للسؤال عن الأيام المقبلة. نعم نحن يعني كحركة فتح، حركة فتح هي رائدة الكفاح المسلح في فلسطين، وكل الفصائل الفلسطينية هي يعني تقضي واجبها تجاه هذه القضية. نحن كأبناء حركة فتح وكأبناء الشعب الفلسطيني، وأنا لا أريد أن أميز نفسي عن الآخرين، وأنا أقول أنا ابن فلسطين، أنا مقدسي، وهذا واجب علينا كلنا، الكل الفلسطيني، أن يدافع عن القضية المركزية، قضية العالم المركزية هي مدينة القدس وفيها المسجد الأقصى المبارك. فيجب أن يكون هناك حراكة للدفاع عن هذه القضية. إذا القدس ذهبت ذهبنا نحن، لماذا نحن أحياء إذا مدينة القدس الآن تحت السيطرة الإسرائيلية والاعتراف بها كعاصمة لدولة إسرائيل؟ لماذا نحن موجودين؟ فلنذهب ونسكن في مكان آخر. لكن هذه المدينة هي ترعرعنا فيها وتعلمنا وعلمونا أهالينا سابقا أن هي عربية، حجارة تتكلم عربي، كلهم يتكلمون عربيا. هذه المدينة ستبقى عربية إسلامية إلى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر قوس مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. وفي قطاع غزة، نظمت الفصائل الفلسطينية تحركات رفضا للقرار الأمريكي ونصرة للقدس. وأكد القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش للميادين الاستمرار في الحراك الفلسطيني حتى يتراجع ترامب عن قراره. أولا، طالما أن القدس قضية مفتوحة وطالما أنها تحت الاحتلال
وطالما أن ترامب لم يوقف قراره ولم يلغيه فالفعاليات ستستمر بعون الله تعالى، وانتفاضة القدس ستستمر بألق جديد وبدم جديد وبأليات جديدة. نحن ذاهبون لمزيد من الاشتباك الجماهيري مع المحتل لإبقاء قضية القدس حية مفتوحة لم تمت. لذلك نحن مستمرون، الانتفاضة مستمرة، طالما أن الأمريكي ينحاز ويجلس على الكرسي الإسرائيلي بامتياز. ونطالب الأخ أبو مازن بإعلان بوضوح بضرورة الانسحاب، بإعلان فشل عملية التسوية، بسحب الاعتراف بإسرائيل، يرفع الكرت الأحمر لإسرائيل والأمريكا. يجب على الرئيس أبو مازن أن يخلط الأوراق مجددا. جاءت الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم لتعبر عن رفضها لاستخدام الإدارة الأمريكية لحق نقض الفيتو ضد القرار الخاص بالقدس، اللي نقول إن الإدارة الأمريكية وضعت نفسها في الخندق المعادي للشعب الفلسطيني بل للأمة العربية والإسلامية. نحن اليوم نؤكد على استمرار هذه الفعاليات والانتفاضة حتى نسقط هذا القرار. قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالاتها للمتظاهرين ضد قرار ترامب. الحملة تستهدف الأطفال أيضا وآخرهم عهد التميمي التي اعتقل والدها اليوم. هذا التقرير لدلول حديدان. أكثر من 200 معتقل مقدسي على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. ولم تميز القبضة الهمجية في اعتقالات انتفاضة المقدسيين بين كبار وصغار. ثلث العدد المذكور هم من القُصر، من موج فلسطين المتلاطم من البحر إلى النهر وتاريخها الضارب بجذوره من أرض كنعان إلى أحفاد صلاح الدين. يد المحتل تمتد اليوم إلى الطفلة عهد التميمي، تلك التي لم يعمها الباطل عن أن الواقفين أمامها هم مجرد لصوص، فلم تخفها بزتهم العسكرية على كثرة مواجهتها معهم، ولا أرهبتها أسلحتهم على قوة شحذهم لرصاصها. عهد الفتية في عمرها، الناضجة في وعيها، ما وجدت حرجا من طرد الإسرائيليين. هم في نظرها غرباء يدنون من ملكها وملك أجدادها، نزلاء غير مرحب بهم، ومتطفلون ما عادوا يحترمون أدب الزيارة ولا الإقامة. تقتاد عهد إلى جموع المعتقلين من أبناء جيلها، تهمتهم رفض القرار العنجهي الأمريكي بسرقة لقب عروس المدائن من فلسطين الأبية، أداة جريمتهم التلحف بكوفية تنسج خيوطها تضاريس الأرض والتاريخ على صدور جيل الهمة من أبناء فلسطين. ليست عهد وحدها في ركب المقموعين والمعنفين بعد الهتاف بالقول إن القدس لنا. كان فوز الجنيدي مطلع الشهر الجاري الصورة النموذجية لصلافة المحتل وتعنته وضعفه. فاقتياد الجنيدي إلى معتقل عوفر استلزم أكثر من 20 جنديا بأسلحتهم واندفاعهم وظلمهم. عبد الرحمن عمرو في مدينة الخليل أيضا نال نصيب البغض الإسرائيلي لريحان الوجود الفلسطيني المشروع على أرضه المغصوبة، حيث انهال عليه 5 جنود بالضرب بقفازات تحتوي على حديد مدبب، تاركين إياه مع بعض رفاقه عراة لبرد تشرين الأول اللاذع. عهد والجنيدي وعبد الرحمن ليسوا إلا قطوفا من عناقيد العطاء الفلسطيني في معتقلات العدو المشبوهة، تقطر حباته دما لتتشرب الأرض بمعتصراته ولتحيا فلسطين قبل العدوان وبعد الطغيان. في الرياض أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. الملك سلمان جدد لعباس مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عباس تباحث فور وصوله مساء أمس إلى الرياض في زيارة رسمية مع وزير الخارجية عادل جبير في إعلان ترامب بشأن القدس. عشية التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار ضد قرار ترامب، بعثت الخارجية الإسرائيلية برقية إلى سفاراتها في العالم تطالب فيها تفعيل المنظمات اليهودية والجاليات الكبرى من أجل الضغط على حكومات الدول بشأن التصويت. فدى مراسل الميادين في اليمن باستشهاد 13 يمنيا وإصابة 19
في غارات للتحالف السعودي على مديرية الصفراء في صعدة شمال اليمن. غارات التحالف استهدفت معسكر ريما حميد جنوب صنعاء وقصفت مستودعات لمواد غذائية في منطقة الحصبة شمال العاصمة. في هذا الأثناء عنفت المعارك داخل المناطق الحدودية السعودية، حيث شنت طائرات التحالف السعودي 25 غارة على وادي جارة وقريتي قمر وحمضة بجزان. رأت نائبة مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس واتش في مقالة بصحيفة واشنطن بوست أنه حان الوقت كي تعاقب الأمم المتحدة ولي العهد السعودي على ما يجري في اليمن. من جانبها حذرت منظمة أوكسفام للإغاثة من مجاعة وشيكة في اليمن بسبب استمرار الحصار والعدوان. ألف يوم من العدوان على اليمن وحصاره والتنكيل بأهله تتجسد وضعا متردياً اقتصاديا ومخزيا إنسانيا. منظمة أوكسفام حذرت من أن اليمن يقترب أكثر من المجاعة بعد طول هذه الفترة من الحرب عليه والحصار المفروض على موانئه الشمالية، حصار وصفته أوكسفام بأنه من القرون الوسطى، حيث تستخدم المجاعة الجماعية كسلاح من أسلحة الحرب. المنظمة قالت إن اليمن المحتاج إلى نحو 90% من الغذاء لا يستطيع استيراد سوى الثلث من حاجاته الغذائية، ما أدى إلى وقوف نحو 8 ملايين شخص على حافة المجاعة. فالغذاء بات سلاحا إضافيا يقضي على من أخطأتهم غارات التحالف يوميا على التراب اليمني. فقطع الأغذية والوقود والأدوية الحيوية يخلو من أي إحساس بالمروءة والأخلاق وأي إحساس بالإنسان وفق أوكسفام. أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ نحو سنة بنسبة 28% وفق منظمة أوكسفام، وتوقفت إمدادات المياه النظيفة في المدن والقرى بسبب نقص الوقود، ما قد يجعل شبح الكوليرا مشهدا اعتياديا في البلاد بعدما تغلغل في جسد أكثر من 1 مليون شخص. نفاد الأدوية من المستشفيات وهلاك البنية التحتية وعجز الأطقم الطبية زادت من حالات الدفتيريا، حيث إنما يربو على 1 مليون طفل باتوا معرضين للإصابة بها. الحصار منع أيضا دخول الوقود الضروري عبر الموانئ الرئيسة لنقل المواد الغذائية والسلع الحيوية إلى جميع أنحاء البلاد منذ أسابيع، ويتدفق نحو 80% من إجمالي واردات اليمن عبر مينائي الحديدة والصليف. التضييق عليها قد يقطع وريد نحو 1/3 سكان اليمن ممن يسكنون المناطق التي تخدمها هذه الموانئ. الحرب التي سحقت طواحين طغيانها الملايين من المدنيين وهجرت نحو 3 ملايين آخرين حملت المنظمة الأطراف جميعها المسؤولية عن تماديها وإيغالها في المعاناة الإنسانية وانتهاك القانون الدولي. بعد 1000 يوم من حرب التحالف السعودي يتذكر اليمنيون أولى المجازر التي حصلت في حي النور بمنطقة بني حوات شرق مطار صنعاء الدولي موقعة 27 شهيدا. هذا تقرير لأحمد زبيبة. بعد 1000 يوم من حرب التحالف السعودي لا يزال حسن يتذكر حجم المجزرة التي ارتكبت بحق 8 أسر في منطقة بني حوات شمال صنعاء، وهو من نجا بأعجوبة في أول غارة استهدفت المدنيين هنا قبل 3 سنوات ليروي ومن فوق الركام ذكريات لا تنسى وآلام انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وما زالت صور أشلاء الأطفال والنساء في مخيلة مع غيره ممن كانوا شهودا عليها.
بعد 1000 يوم لازلنا ان احنا نتخيل الضربة هذه كل يوم وكل ساعة وكل ثانية. الضربة الأولى يعني لن تروح من مخيلتنا أو من بالنا هذه، يعني كلما ذكرناها كلما يعني ترددت الفاجعة، وتذكرناها وتذكرنا المآسي وتذكرنا جيراننا اللي راحوا. فقدنا أصدقاء وأهلنا وأخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا في هذه الحالة. أكثر من 25 قتيل يعني قتلوا هنا إلى ذمة من؟ في ذمة من يعني؟ راقدين نائمين في ذمة الله، في ذمة هذا العدوان البربري الغاشم. مجازر التحالف هنا وهناك في كل قرية ومدينة يمنية، جميعها تؤكد ومنذ اليوم الأول لانطلاق الحرب أن الهدف منها الإبادة الجماعية للمدنيين، والتي حصدت ما يزيد على 35,000 بين شهيد وجريح، بينهم أكثر من 5,000 طفل وفق تقارير الرصد الأخيرة للمركز اليمني لحقوق الإنسان. يتضح لنا أن هذه الحرب أتت لتستهدف المدنيين بشكل مباشر كذلك، ومن يومها تتالت المجازر تلو المجازر، حتى أنه بعد 4 أيام أو 3 أيام من بدء العدوان تم استهداف مخيم المزرق الذي وهو منذ 6 سنوات وهو مخيم للنازحين ومعرفة الأمم المتحدة بذلك. آلاف المنازل دمرت إلى جانب نزوح من تبقى من أسر الضحايا، لتظل الذكريات والأحزان ومشاهد الدمار شاهدة على هذه الحرب المتواصلة. ذاكرة الدمار والقتل لدى أسر ضحايا حرب التحالف السعودي تتجدد في كل لحظة، وتتجدد معها آلام فراق أحبتهم على يد آلة الحرب السعودية التي تستمر في قتل حاضرهم ومستقبلهم مع كل غارة جوية. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. في إقليم كردستان العراق، أحرق متظاهرون مقر جميع الأحزاب في قضاء قلعة ذرب السليمانية، فيما تستمر التحركات المطلبية في المحافظة. وعبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من وقوع ضحايا في التظاهرات. إلى هذا أفادت وكالة رويترز باستقالة رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المنتمي لحركة التغيير الكردية المعارضة من منصبه، كما أعلنت الحركة والجماعة الإسلامية سحب وزرائهما من حكومة الإقليم، التي قال رئيسها نيجيرفان بارزاني أن الإقليم يمر بمرحلة حساسة، داعيا المتظاهرين إلى سلمية التحرك. ما بدأ كتظاهرات احتجاجية في شوارع محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق تحول إلى اشتباكات مع قوات الأمن وقطع طرق واعتقالات. تصاعدت حدة التظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ودفع رواتب الموظفين، ووصلت إلى حد إحراق المتظاهرين مقر تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في رابارين، إضافة إلى مهاجمة مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية في رانيا. قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين في رابارين، ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى. وبالتزامن مع هذه التحركات، نفذت قوات الأمن الكردية حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من السليمانية، وطوقت المدينة حيث انتشرت آليات الأمن عند جميع محاور المدينة. الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني علق على التظاهرات باعتبارها حقا للمواطنين، مع تأكيد رفضه أي ممارسة أو اعتداء أو هجوم على الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والحزبية. الحزب طالب جميع الأطراف بالتعامل بمسؤولية مع ما وصفه بالهجمة القذرة وغير الحضارية التي تمثل تهديداً لإقليم كردستان العراق وتجربته الديمقراطية، بحسب بيان الحزب. رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني أكد من جانبه أيضاً أن إحراق المقار والدوائر الحكومية لن يخدم أي طرف، مشيراً إلى أن الإقليم ملتزم بحل المشاكل في إطار الدستور العراقي. الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعا المتظاهرين إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم إلحاق الضرر بالمباني الحكومية ومقار الأحزاب السياسية.
معصوم حث حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدا ضرورة البدء بحوار جاد وفوري وشامل بين بغداد وأربيل لحل جميع الخلافات بين الجانبين. كما شدد على ضرورة عودة حياة المواطنين في إقليم كردستان إلى حالتها الطبيعية ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما. معنا مباشرة من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال. أستاذ عزيز أو دكتور عزيز، أسعد الله مساءك، ومباشرة نسأل عن هذا التحرك، البيئة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي أنتجت هذا الانفجار، دعنا نقول الاحتجاجي. تحية لك سيدي الفاضل ومساكم الله بالخير والسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات الكريمات. الحقيقة ما يحصل اليوم في إقليم كردستان يؤكد بما لا يقبل الشك على أن هناك أخطاء متراكمة قد أدت إلى ما تفضلت به جنابكم ووصفته بالانفجار. نعم هذه نذر، ولكن الانفجار لحد الآن لم يحصل في الحقيقة. هذه النذر تبشر أن هناك انفجارا لا نتمنى جميعا أن يحدث في الإقليم، خصوصا ونحن كنا نعتقد أن الإقليم يعيش في أمان وأن الحقوق تؤدى إلى أصحابها، بيد أن الأزمة الأخيرة التي افتعلتها قيادة الإقليم مع الحكومة الاتحادية والتي أدت إلى إيقاف تدفق الموازنة باتجاه الإقليم وكذلك أيضا كشف الفساد والكثير من السرقات التي ارتكبت في الإقليم ولا سيما الثروة النفطية وكذلك أيضا عائدات الجمارك والحدود التي لم يعرف مصيرها لحد الآن، إذ أنه لا توجد حسابات هناك لدى الحكومة الاتحادية تبين أين ذهبت هذه الأموال، وفضلا على المسألة الكبرى وهي الاستحواذ على النفط. يبقى أنه الأخوة في الإقليم من شعبنا من أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية لابد من أن يعطوا حقوقهم. ننظر من الطريقة التي نفذت فيها هذه التظاهرات، إذا أننا نشهد أن هناك امتعاضا ويأسا من كل الكتل السياسية، وإلا لماذا أقدم المتظاهرون على إضرام النار في كل المقرات الحزبية حتى الأحزاب التي نأت بنفسها عن قيادة السيد البرزاني وأيضا أصدرت بيانات واضحة، وتعرضت هي الأخرى إلى اعتداءات من قبل قوات الأسايش والبيشمركة التابعة للسيد مسعود يعني هذا إحراق المقرات دكتور عزيز خطير جدا. نعم هذه إحراق نعم. المقرات الحزبية هذا مؤشر أو يعطي مؤشر أو يدفعنا لطرح سؤال حول إن كانت هذه التظاهرات مطلبية صرفة، بمعنى أنه حين يتم تنازل الحكومة الإقليم للمتظاهرين عن بعض مطالبهم يعني يمشي الحال، هذا حرق المقرات ألا يدل على أن المسألة أكثر عمقا أو بعدا من الحركة المطلبية؟ نعم سيد العزيز، هذه الحركة المطلبية هي تمثل الشرارة الأولى التي ممكن أن تنطلق بعدها المطالبات الأخرى، خاصة فيما يتعلق باستقالة حكومة الإقليم، أيضا بإجراء انتخابات مبكرة، العودة إلى الحياة السياسية الطبيعية، لأننا نعلم جميعا أن السيد مسعود البرزاني وحزبه قد ارتكب خطيئة كبيرة بحق الشعب الكردي وبحق الشعب العراقي عموما عندما أقدم على استفتائه الباطل. هذا هو الحصاد الذي حصده الشعب الكردي، وهذا الحصاد الذي حصده السيد مسعود البرزاني. إذن لابد من إعادة النظر في جملة هذه الأمور، إذ لا حل للمشكلة القائمة الآن في كردستان بمجرد دفع الرواتب. هم يريدون أن يصوروا المسألة على أنها هي مطالبات فقط في مسألة الرواتب. نعم هذا حق وحق رئيس، إذ أن كثير من الأخوة سواء في البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني أو في الجامعات وكذلك المدارس والموظفين والمتقاعدين الذين لم يتقاضوا رواتب لحد الآن، يعني منذ 5 أو 6 أشهر، والأمر الذي ولد امتعاض
ارتعاد كبير جدا. إذا لماذا أجري الاستفتاء؟ هذا لابد من أن يشعر المواطن أو يسأل المواطن هذا السؤال. إن لم يسأله الآن جهارا نهارا ربما سيسأله في فترة لاحقة. الأمر الآخر، نرى أن هناك بعض المطالبات وللأسف الشديد حتى السيد رئيس الجمهورية اليوم بقوله أنه إعادة فتح المطارات للرحلات الدولية، هل أن الرحلات الدولية هي المسؤولة عما حصل للشعب الكردي نتيجة للخطأ الجسيم الذي ارتكبه مسعود البرزاني؟ هل أن قيادة السيد البرزاني الآن على استعداد لأن تقول أنني ألتزم بقرارات المحكمة الاتحادية؟ ليس بمعنى احترام، هو من هذا الذي لا يحترم قرارات القضاء العراقي؟ لكن الالتزام شيء والاحترام شيء آخر. الأمر الآخر هو أنه كيف تتصرف الحكومة الاتحادية مع الإقليم في ظل هذه الظروف ما لم يكن هناك حسم للمواقف الرئيسية، أي أن تعاد المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية حسب الدستور، هم يقولون بالدستور. طب نقطة أخيرة دكتور عزيز، تقدموا بخطوات لأنكم أنتم الآن العنصر المتضرر الأكبر. إذا كانت كل الأحزاب اليوم في موقع الاتهام دكتور عزيز مرة أخرى، نعم يعني حرقت مقرات بعض الأحزاب حتى تلك الغير مشاركة في في الحكومة، صحيح. هذا الحراك هو بتقديرك دكتور حراك عفوي جماهيري ليس له دوافع أو من يقف خلفه؟ نعم، أنا أعتقد أنه ليس له دوافع، خصوصا وأن هناك قوى جديدة قد نشأت. مثلا السيد برهم صالح قد أنشأ حزبا جديدا، كذلك حزب الجيل الجديد، هناك مجموعات أخرى ليست من الأحزاب التقليدية. هذا يعني أنا في تصور المتواضع أنه جرس إنذار لكل الأحزاب العراقية ليس فقط الأحزاب الكردية، أنه عليكم الآن أن تغيروا من مناهجكم، أن تطردوا الفاسدين من بين صفوفكم، أن تكونوا في صف شعبكم. في الحقيقة هنا هذا الأمر يحتاج إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن على القوات الأمنية سواء كانت بيشمرقة أو أسايش أو زيرفاني، هذه القوى عليها الآن أن تنحاز إلى صف الشعب الكردي وتنهي هذه المسألة، لأن ما دام الموضوع هو ليس سياسيا بامتياز من خلال أنه ممكن أن تلقى باللائمة على أي حزب من الأحزاب، ما دام كلها قد تعرضت للرفض من قبل شعبنا في شمال العراق، هذا الموضوع لابد من أن يحسم. أعتقد كل ما سرعوا في هذا الموضوع بدلا من أن تمتد الشرارة، لأنه إذا كانت في السليمانية فإنها قد انتقلت إلى أربيل، وليس ببعيد ذلك اليوم الذي تنتقل إلى دهوك، ونحن نعلم جيدا أن هناك تمييزا من قبل حكومة الإقليم للسكان في السليمانية وفي أربيل، إذ أنهم يحابون السكان في أربيل. وهذه المسألة ليست بالجديدة، نحن نعلم أن الأخوة الكرد كانوا إلى فترة قريبة جدا عبارة عن إدارتين، صحيح. هل أنه في النية العودة مرة أخرى إلى نظام الإدارتين؟ أعتقد هذا موضوع اختيار الشعب الكردي وهو الذي يقرر ذلك، لذلك لابد من أن يسارعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وكذلك أيضا استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ لكي تتمكن القوى السياسية في الأقل على الحفاظ على ماء وجهها بعد أن أخفقت كل شيء في إدارة الإقليم وأوصلته إلى ما وصل. دكتور عزيز جبر شيال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية من بغداد، أشكرك جزيل الشكر. فاصل، نتابع بعده مباشرة نشرة السابعة. مجددا حياكم الله. انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تبني وزير الخارجيه الاماراتي عبد الله بن زايد تغريده تتهم القائد العثماني في الحجاز خلال الحرب العالميه الاولى بسرقه الامانات المقدسه من المدينه المنوره ومن دون ذكر اسمه. توجه اردوغان الى بن زايد واصفا اياه بالبائس الذي يفتري كذبا على اجدادنا. وقال اردوغان: اين كان جدك انت بينما كان فخر الدين باشا يدافع عن المدينه المنوره؟ أيها البائس الذي يفتري كذبا علينا، أين كان أجدادك في ذلك الوقت؟ إنهم يفترون علينا من دون خجل. عليك أن تعرف حدودك أولا، هذا يعني أنك لا تعرف هذا الشعب بعد، وهذا يعني أنك لا تعرف إردوغان بعد، وهذا يعني أنك لا تعرف أجداد إردوغان أبدا.
إلى سوريا، حيث يواصل الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة تقدمهم في ريف دمشق الجنوبية الغربية. الجيش أحكم سيطرته النارية على منطقة واسعة في سفوح جبل الشيخ، ما يتوج السيطرة على تلال المقتول وبردعية وفصل المسلحين في مغر المير عن مسلحي بيدجن. تقدم كبير للجيش السوري في سفوح جبل الشيخ في ريف دمشق الجنوبي الغربي، أسابيع من التمهيد والاقتحام في بيئة قتالية معقدة أثمرت سيطرة نارية على الطرق في مزرعة بيت جن ومغر المير وتل مروان. تقدم استند إلى استعادة التلال من غرب قرية حينة إلى تلال بردعية وكفر حور. حاليا العمليات القتالية تجري في المشارف الشرقية لمغر المير وأيضا في المشارف الجنوبية لمزرعة بيت جن والمشارف الجنوبية لبلدة بيت جن، وصولا إلى المشارف الشرقية منطقة الينابيع للسفوح الشرقي لجبل الشيخ. هذا في المناطق تنفيذ العمليات القتالية. طبعا عمليات قتالية صعبة جدا في منطقة جبلية، منطقة متعددة المستويات والارتفاعات. استعادة تلك القرى في سفوح جبل الشيخ تنهي أهم مراكز جبهة النصرة في خاصرة ريف دمشق الغربية، فالسيطرة على التلال الحاكمة تفشل خطط المسلحين في تلك المنطقة لفتح الطريق نحو ريف القنيطرة الشمالي قرب الشريط الشائك. الهدف الأول هو محور حماية محور خان الشيح الواصل إلى الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق. الهدف الثاني هو حماية المحور الواصل إلى حضر مجد الشمس. الهدف الثالث التكتيكي والذي يكمل الفكرة العملياتية هو جعل هذا الخط الواصل من مغر المير وحتى السفوح الشرقي لجبل الشيخ قاعدة الانطلاق للعملية الأساسية باتجاه شمال القنيطرة وبالتالي لتحرير هذه المنطقة بشكل كامل. إطلاق عملية تأمين سفوح جبل الشيخ يأتي بعد إفشال عملية كبيرة للمجموعات المسلحة سمتها كسر القيود. أفشل الجيش السوري العملية وانتقل خطوات كبيرة باتجاه تأمين المنطقة برمتها. لم تنتهي معركة سفوح جبل الشيخ بعد، لكن التطورات الميدانية على الأرض تشير إلى خطوات متسارعة ستنعكس إيجابا على الأوضاع الميدانية في ريفي دمشق الجنوب الغربي والقنيطرة الشمالي. محمد الخضر، دمشق، الميادين. هذا فيما يتحضر مئات المسلحين من جبهة النصرة الأجانب وعائلاتهم لمغادرة غوطة دمشق الشرقية إلى إدلب بعد اتفاق مع مركز حميميم. الاتفاق هذا قد يكون مقدمة لانضمام فيلق الرحمن إلى مناطق خفض التصعيد بعدما سبقه جيش الإسلام إلى ذلك. هذا تقرير لديما نصيف. باصات خضراء في قلب الغوطة الشرقية قريبا ولن تنتظر طويلا ركابها. مئات من مسلحي النصرة الأجانب مع عوائلهم ومن يرغب من السوريين سيتم ترحيلهم إلى إدلب لتفقد النصرة آخر جيوبها على تخوم دمشق وشرعيو الجبهة يعترضون. فإياك أخي المجاهد الذي من الله عليك وفضلك بالرباط في هذا الثغر المبارك أن يؤتى الإسلام من قبلك. إياك أن تعير سمعك للمرجفين والمخذلين لكي لا يدخل الوهن في قلبك ويقتل إرادة القتال فيه. وبخلاف كل القوافل الخضراء التي تخلفت عنها النصرة في تفاهمات سابقة حيث كان يمنع حليفها فيلق الرحمن رحيل مسلحيها في الباصات ليمنع بالمقابل استفراد جيش الإسلام به وبالغوطة خلال جولات القتال المتقطعة منذ عامين، اليوم يعود ويجبر النصرة حليف الأمس نفسه الذي هادن في حميميم ووقع اتفاقا يقضي بإخراجها من آخر معاقلها الدمشقية، قد يكون مقدمة لانضمام الفيلق إلى مناطق خفض التصعيد حيث سبقه جيش الإسلام. المئات من مقاتلي جبهة النصرة التي سبق للجيش السوري أن منحها باصا أخضر في تسويات حلب وجرود القلمون سيلتحقون بإمارة الجولان في إدلب حيث تدور حرب تصفية لخصومه بقرار تركي. الانتفاضات في الغوطة لم تتوقف ضد تخزين أمراء الحرب المواد الغذائية وسيطرتهم على الأسواق، فيما يتصاعد الضغط على دمشق ومحادثات جنيف بذريعة الحصار. قوافل كثيرة عبرت من مخيم الوافدين الحاجز الأخير بين دمشق والغوطة. المجموعات المسلحة على ما تقول مصادر أهلية للميادين تعمل في شبكات أنفاق التهريب أكثر مما تعمل على الجبهات.
والتظاهرات ضد الجوع تدور ضد أمراء الحرب وتخزينهم المواد الغذائية ورفع الأسعار على مقربة من معبر مخيم الوافدين. كان في حصار وهلا تسكير الطريق كان صار حصار أكثر. يعني كنا بحصار يعني بدك تقول ضمني أما صرنا بحصار أكبر. ما صفي يعني المدنية كلها لا شغلة لا عملة وكله غالي. الدبابات السورية في جوبر تتقدم وتدعم الاعتراض السوري العلني وهو يستدرك الرهان على تنازلات تسعى فصائل الغوطة للحصول عليها من الحليف الروسي. يميل الجيش السوري إلى حسم عسكري بديلاً عن التنازلات التي تعاكس المعطيات الميدانية وتغير موازين القوى على الأرض بعد انتصار حلب والبوكمال. استعادة مساحات واسعة من سوريا ستمنح القدرة للجيش والحلفاء للحشد من أجل الغوطة وإنهاء الوجود المسلح على حافة دمشق إن لم تقبل كامل الفصائل بالانضمام إلى اتفاق خفض التصعيد. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. بمناسبة مرور 2017 يوما على انطلاقة الميادين نعرض فقرة ثابتون التي تبرز محطات من عمل الميادين للاقتصاد، حصة في القناة تعكس واقعا اجتماعيا وإنسانيا بشكل رئيس. موطنين الجلال والجمال والسلام. السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. ملفات اقتصادية شائكة تنتظر براعة جان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية. وفي النشرة بعد 20 عاما على غيابها خدمة البريد تعود إلى الصومال. 2017 يوما في العام 2017 هي الأرقام وتواردها وتشابهها، وكذا اقتصاد الميادين، أرقام وأحداث طبعت عمرا غير طويل لقناة الواقع كما هو. مجلدات تفرد لما حصل في هذه السنوات والتي لا يمكن اختصارها بتقرير من محطات اقتصادية واتفاقيات تجارية وتغيير في استراتيجيات الدول اقتصاديا وماليا مقابل إفلاس دول وصعود أخرى ونموها، على أن الأهم كان تعدد الأقطاب والتكتلات الاقتصادية، ما أعطى مؤشرا على غياب القطب الواحد عالميا. فكانت دول بريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شانغهاي، كما صعدت دول كروسيا، الصين، الهند وإيران. سنوات تخللتها أحداث لا تعد ولا تحصى، ولكن لا يمكن أن نتجاوز أحداثا اقتصادية زينت الاقتصادية المفصلة اليومية وما وجزها، من الاتفاق النووي بين إيران والدول الست ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، إلى اتفاق أوبك للإنتاج النفطي وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وإنشاء بنك الصين للاستثمار في البنية التحتية والذي يشكل منافسا وتهديدا لمكانة صندوق النقد والبنك الدوليين. لتكون أقرب إلى الناس يجب أن تحاكي واقعهم، أولا انسجاما مع شعارنا مع الإنسان في كل مكان، وثانيا لأن الاقتراب من الناس يجعل الصورة أوضح. فكان شعارنا أن اقتصادنا ليس اقتصاد الأرقام والاستثمارات والأسهم والبورصة، بل هو اقتصاد الناس والإضاءة على همومهم ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية هي أولويتنا. خرجت قناة الواقع كما هو إلى فضاء الإعلام العربي في خضم أحداث وتطورات تشهدها دول عربية، أحداث انعكست على حياة المواطنين ومعيشتهم وأدت إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي باتوا يعانون منها،
جراء الحروب التي طاولت البشر والحجر كهجرة القرن في سوريا ومجاعة أطفال اليمن والمجاعة في الصومال والفقر المدقع الذي ترزح تحت وطأته دول كثيرة. بطالة وأرقام واستثمارات ونفط ومال ونقد وإفلاس وأرباح وتجارة، مصطلحات وكلمات رافقت اقتصادنا سواء عبر النشرات اليومية أو عبر التقارير الداخلية التي فندت وشرحت الكثير من القضايا وأضاءت على العديد من المشكلات والإحصائيات والأرقام. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، نشكر لكم حسن المتابعة. الميادين دوت نت للمزيد. إلى اللقاء. لطالما رافقتكم هذه الكلمات في ختام الاقتصادية على مدى 2017 يوما، هي أيام مياديننا في فضائها الإعلامي ورسالتها التي حملت عنوانا اشتهرت به، فكان الوقع كبيرا والواقع كان ثابتا كما هو. كل 2017 يوما ومياديننا وأنتم بألف خير. تغطية الأخبار والمناسبات الرياضية تطورت كثيرا، كيف واكب القسم الرياضي في الميادين هذا التحول وكيف تعامل معه؟ صفقات مشبوهة، أعضاء فاسدون، وأسلوب حياة مترف. في هذا العصر بالتحديد، في زمن وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة متابعة المباريات على القنوات الرياضية المتخصصة، يكون التحدي الأكبر بالنسبة للقنوات الإخبارية في كيفية تسليط الضوء على أهم الأحداث الرياضية ضمن الوقت المحدود المتاح. الأفضلية غالبا ما تكون لخبر خلف الكواليس، خصوصا أن النتيجة بات من السهل جدا الحصول عليها. في سياق الخبر يمكن الإشارة إلى النتيجة، وهكذا نكون قد كسبنا خبرين في خبر واحد ونتفادى الأداء بطريقة كلاسيكية. ولكن هذا الأمر من الصعب أن يحصل دائما. يبقى في الرياضة تحديدا أهمية خاصة للخبر بشكل منفصل عن الأداء والتحليل، وإضافة إلى أن الخبر الرياضي في كثير من الأحيان يبدو وكأنه مرتبط بحدث سياسي أو له خلفيات سياسية معينة. قد يتطلب الأمر في كثير من الأحيان توسيع دائرة الاهتمام بالنسبة لحدث رياضي معين، وهنا تخصص الميادين تغطية خاصة غالبا ما يكون التركيز فيها على الجوانب العربية. من تحت الأنقاض والدمار ولد منتخب سوري يافع حمل الفرحة إلى شعب اشتاق إلى الفرح. أبرز المناسبات كانت انتخابات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وقد أوفدت الميادين فريق عمل ليواكب التطورات على الأرض، كما أوفدت فريق عمل لتغطية بطولة آسيا في كرة السلة في الفلبين وكذلك في البطولة التي استضافها لبنان. إضافة إلى تغطية البطولات، أنتجت الميادين وثائقيا خاصا عن أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو في مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية، وأجرت مقابلات خاصة مع العديد من أساطير كرة القدم أبرزهم باولو مالديني وراين جيكس وريفالدو، ومن العرب أحمد راضي. بالإضافة إلى نشراتنا اليومية، هناك نشرة ملفات رياضية نقوم بإعدادها كل يوم أحد خلال الأسبوع، وهي أكبر نشراتنا الإخبارية، مدتها نصف ساعة تلفزيونية، نقوم من خلالها بمعالجة أبرز القضايا والملفات الرياضية التي مرت خلال الأسبوع، وتكون غالبا ما تكون عربية ودولية أيضا. ولا حتى على ملعب سانتياغو برنابيو من مدينة الصيدا الرياضية. ولم تغب عن الانتخابات النيابية العراقية عام 2014، وتابع في تغطيتها حملات المرشحين الرياضيين. أما في الأحداث الرياضية الكبرى فنخصص تغطية رياضية يومية باسم ميدان أوروبا وميدان المونديال وأخيرا ميدان الأولمبياد. موطنين الجلال والجمال والسلام والبهاء.
النشرة انتهت إلى العناوين. الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة. ثلاثة عشر شهيدا وعشرات الجرحى بغارات مروعة على التحالف السعودي على صعدة وصنعاء. استمرار التظاهرات المطلبية في محافظة السليمانية وحركة التغيير والجماعة الإسلامية تنسحبان من حكومة إقليم كردستان. أردوغان يرد على وزير خارجية الإمارات: بعض القادة العرب يتسترون على خيانتهم بالعداء لتركيا. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.نت. إلى اللقاء.